رح أروح لأولى محطاتنا ليلى. ويمكن اليوم العديد من الشباب وضمن الظروف الاقتصادية يلي عم نعيش فيها صار من الضروري أنه يبحثوا عن مشاريع خاصة. هاي المشاريع توفر لهم دخل إضافي، ولكن للأسف ممكن يصطدموا بعقبات موجودة منها سوء التخطيط، منها بعض العقبات الأخرى الموجودة. لهيك لازم يكون عندهم مراجع ومصادر. تماماً يا سلمى، شو هي الاستراتيجيات اللي بتبين لهم عوامل النجاح؟ كيف الشاب اليوم بيقدر أنه يكون رائد أعمال ناجح؟ شو هي العوامل الأساسية اللي بتعزز فرص النجاح؟ وكيف الشباب اليوم بيقدروا يستفيدوا من الفرص الموجودة بالسوق؟ لنحكي أكثر عن هاي الأمور معنا ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو، الأستاذ صفوان الحموي، وهو ماجستير إدارة أعمال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم وصباح الخير لكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك أستاذ. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم، رائد أعمال لما بنقول هذا الشيء معناته يعني هو شخص قدر يعمل لنفسه مكانة خاصة ضمن سوق العمل. شو المقصود برائد الأعمال وكيف أنا ممكن أبدأ هاي الخطوات؟ تمام. أول شيء الحقيقة ريادة الأعمال مصطلح يعني هيك يعتبر نوعا ما مثل حلم، يعني في كثير الناس تنظر لهذا الأمر أنه هو حلم، مع أنه الأمر ما كثير صعب. وهو إذا نقرأ ونتفحص رواد الأعمال أو الناس اللي نجحت وانطلقت، هو من إمكانات بسيطة كثير ومن أشياء كثير قابلة للتحقيق وليست مستحيلة، والدليل أنه كبروا وصاروا. فهي نحن بدنا نحاول هلأ بهالعجالة أنه الحلم هذا نقربه، يعني حتى نشرح لهالشباب أو لكل الناس اللي عم يفكروا بريادة الأعمال أنه هذا الأمر في المتناول وليس أمر صعب أو معقد أو غير قابل للتحقيق، أو هو مختص بفئة من الناس أو يعني بإمكانات معينة. لا، هو يعني متاح لكل الفئات ولكل الناس وحتى بدون إمكانات أبدا. يعني اليوم ريادة الأعمال هي فكر، هي شغف، يعني نحن كلمة الشغف كتير كتير بتتردد بموضوع ريادة الأعمال. كون أنه أنا عندي شغف أنه أنا غير واقعي، أنه أنا حسن واقعي، أنه أنا حسن الواقع المحيط. اليوم رائد الأعمال في عنده نقطة كتير مهمة، أنه بده يكون عنده ملاحظة، بده يكون في عنده دقة ملاحظة، أنه أنا أطلع شوف المحيط تبعي، إنه شو في مثلاً قصص مشاكل ممكن أنا أقدم لها حلول، شو في ممكن إنه صعوبات مو ضروري تكون مشكلة، ممكن تكون صعوبة ما يعني الناس عم تواجهها أنا أقدم لها حل. يعني مثلاً بدي أنزل أنا أخذ تاكسي، من 10 سنين كنت بدي أضطر أنزل على الطريق وأنا بحظي يا بتجي التاكسي يا ما بتجي، إذا أنا ساكن بحارة فرعية بدي أضطر إني أطلع لرأس الشارع أو طيب اجى حدا قعد فكر قال انه اخي تعال لك ليش انا ما اعمل مكتب وصير هالناس تفوت على التطبيق تجي السياره لعنده على باب بيته. فشو كلفت الفكره؟ ما كلفت شيء، بس هو رصد الواقع، شاف انه في صعوبه ما الناس عم تتعرض له، ففكر بحل وطلع معه هذا الحل. طيب من ميله ثانيه في ناس عندها سيارات خاصه وعم تبحث على دخل، لك أنا ما بدي حولها لتاكسي، بدي تم سيارتي الخاصة. طيب خدمت هدول وخدمت هدول، هو شو رسمع له؟ شو قدام هذا الزلمة؟ شو قدام فكرة فقط. صحيح. فقط ما دفع ولا ليرة ولا ساوى أي شيء، قدم فكرة. هالفكرة هي حلت مشكلة للي بده التاكسي وللي بده يشتغل. فهي بكل بساطة ريادة الأعمال، مصاري ما في، كلف ما في، هي عبارة عن فكرة. فاليوم أنا إذا كان السؤال مثل ما تفضلتي شلون بدي صير رائد أعمال، أول شغلة بدي أرصد الواقع من حولي، بدي يكون في عندي دقة ملاحظة، شوف إنه أنا شو في صعوبات أو مشاكل الناس عم تعاني منها وحاول فكر لها بحلول. يعني مثلا يوم من الأيام بتذكر موضوع لف اليبرق، لف اليبرق، ست البيت بتقلي لا ساوي لنا يبرق دغري بتتوضى باللبن، بتقلي لك والله صعبة وبدها شغل وبدها كذا. فاجى حدا فكر وساو آلة لهالقصة، يعني سهلت الأمر. هلأ بغض النظر هي ستات يعني آمنوا فيها ولا لا بيحبوا يلفوا، بس هو بالنتيجة لقى حل لصعوبة ما عم تعاني منها ست البيت، فكر بحل ولقى. هذا من جهة. هلأ في جهة تانية رائد الأعمال في يفكر فيها، هي ما لها مكتوبة بالكتب ولا يمكن يعني يلاقيها بالمحاضرة. دائما رائد الأعمال بيقولوا له فكر بحل الصعوبات اللي حولك،
إما بتقديم منتج أو بتقديم خدمة. أنا بضيف عليها شغلة بلاقيها كتير كتير مهمة، فكر بذاتك، فكر بداخلك، لعل يكون في عندك موهبة، لعل يكون في عندك قدرة، لعل يكون في عندك إمكانية أنت مالك مكتشفة، ممكن من خلالها أنك تقدم منتج أو خدمة وتصير رائد أعمال من خلال ميزة أنت أو أنت عندك إياها. فقبل ما أبحث بالوسط المحيط وبهالناس وبالأفكار وبالأعمال، خليني أنا أبحث بذاتي، شوف أنا شو عندي إمكانات. قد يكون صوتي حلو مثلاً، يعني قد يكون أنا طالب بكالوريا بس أنا شاطر بالعربي، شاطر بالرياضيات، شاطر بالفيزياء، فأنا ممكن أنه أقدم خدمة أني أدرس. هلأ قد يقولوا حتى شو دخل التدريس بريادة الأعمال؟ هذا عمل، أنا عمل عم أقدمه، عم بأخذ عليه أجر، عم حل مشكلة حدا، بس من خلال أنه أنا اكتشفت موهبة موجودة عندي. مو كل الناس اللي عندها علم بتعرف تقدمه، يعني في ناس عندها معلومة بس ما بتعرف توصلها. إذا أنا عندي هالميزة أو عندي هالفكرة أو عندي هالإمكانية أني أوصل معلومة، فليش حتى ما أستغلها؟ فأنا بدي أبحث بذاتي، أنا عندي إمكانية للتدريب، عندي إمكانية لتوصيل الأفكار. فاليوم رائد الأعمال أنا كتير بنصح بشدة قبل ما تدور أنه شو بدك تساوي لبرا، دور جواتك بداخلك، شو عندك ميزات، شو عندك ملكات ممكن أنه تسخرها لحتى تتحول لرائد أعمال بشغلة أنت أصلاً بتحبها وأنت أصلاً تتقنها وأنت أصلاً شاطر فيها بالفطرة. يعني خلينا تماماً خلينا نحكي ونوضح أكثر عن المشاريع اللي ممكن أنه اليوم نقوم فيها بمجال ريادة الأعمال، سواء كانت مشاريع صغيرة أو مشاريع كبيرة. هلأ طلعوا رئاسة الوزارة دليل المشاريع، دليل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. لفت نظري بهذا الدليل أنه يعني صار في التفات على مشاريع متناهية الصغر، يعني مشاريع يعني بإمكانات يعني شبه صفر تقريبا. فاليوم رائد الأعمال مو شرط أبدا أنه يكون عم يبلش من الصفر، ولا شرط أنه إذا أنا معي مصاري ما ممكن يكون رائد أعمال، لا. أي فكرة بتخطر بالبال بتحل مشكلة أو بتقدم منتج أو خدمة مفيدة وجديدة هي اسمها ريادة أعمال. فمتاح للمشروع المتوسط، متاح للمشروع الصغير، متاح للمشروع متناهي الصغر. يعني مثلا أنا أتقن مثلا بحب الخياطة مثلا، فصرت أنا مرة طلعت واحدة عاملة هيك شغلات هيك لعب صغيرة هي مخيطة، واشتغلت فيها وصارت هي تقدمها. في واحدة تانية عاملة ببيتها قسم خاص للتصليح، ما بتخيط بتصلح. يعني هلا هي عم تقدم خدمة، عم تقدم منتج، شوي شوي كبرت الورشة صارت ورشة تصليح وتصنيع، يعني صارت ورشة الخياطة. هي ريادة الأعمال الحقيقية. اليوم أنا شغلي أنا أتقنها، طورتها، كبرتها، سويتها مشروع. فحتى اليوم على فكرة مو كل الخياطين بيعرفوا يصلحوا، يعني اليوم التصليح بده فن، بده ذوق، وبده هيك بعد نظر، شلون أنا صلح القطعة بدون ما أأذيها، بدون ما أنزعها، بدون ما شوهها. فهذا بده فن كتير، يعني هذا مو كل الناس تتقنه. فهي السيدة اكتشفت بنفسها هاي القصة من خلال أولادها عم تصلح لهم، عم كذا، فكل مين عم يشوف هالتصاليح هي عم يعجب فيها، انك شلون هيك ظبطتيها، شلون هيك ساويتيها، انحرق الجاكيت، منين بدي اجيب له يعني رقعه هيك للجاكيت لون ثاني كذا، فكت من الطاقيه قطعه وركبتها هون، طلعت ابدا روح وحده بالطاقيه، دخلت له لون ثاني صار فن مقبول. هذا فن، فن فن بكل معنى الكلمه، وبعد نظر يعني ذوق. فاكتشفت بنفسها هالموهبة وقدرت إنه تعمل شيء. نعرف يمكن غالبيتنا قصة هذا تبع الشوكولاتة تبع مارس، هو شخص مقعد بيحب الشوكولا، فبيطبخ شوكولا لإله ولأمه. فمرة حدا من الجيران داقه والله شيء طيب هالطبخة، فتشجع
انه هو يعني يعمل هالطبخه بقالب معين يعني بشكل معين، وطلع حط بسطه هيك بكل معنى الكلمه، يعني نحن بنعتبره انه لا شو بسطه ما حلوه، هذا الزلمه حط بسطه وصار يبيع لرفقاته للجيران للي مارقين على المدرسه اللي راجعين من المدرسه. شوي شوي تطور الامر حتى صار يعني شركه عابره للقارات، يعني بسطه. يعني هلا نحن اي حدا بنقول له، في كثير ناس انه والله بيعتبرها شغله مهينه او ما حلوه، يعني هذا بلش من هون. فاليوم رياده الاعمال انا وقت بقدر اكتشف شيء في داخلي ووظفه بشكل صحيح، يكون في عندي شغف، يكون في عندي انا فكر شلون طور هذا المنتج، امر ما له صعب ابدا. سيده تتقن الطبخ مثلا، كثير في سيدات هلا من ايام الازمه يعني صارت تطلع مواهب بسبب الحاجه. تماما. يعني انا اليوم ما عندي مصدر دخل، فبسبب الحاجه صارت تطلع مواهب. بلشت السيدات تدخل هيك مشاريع، شيء من هي بتعرفه مثل ما قلت الطبخ. طيب شو الشغلات الاساسيه او اللي فينا نقول عنها هي مقومات رياده الاعمال؟ هلا اول شغله حكينا الشغف، اول شغله لازم انا يكون في عندي شغف. الشغف شو معناته؟ انه انا يكون عندي يعني انا عم اتحرك لساوي شيء. بدي هيك فكر، بدي اطلع، بدي غير الواقع، بدي ساوي شيء. اثنين، بدي يكون في عندي تخطيط. كثير كثير مهم موضوع التخطيط. ليش؟ كثير من رواد الاعمال اللي انا بقابلهم بيحرقوا مشاريعهم، هن بيحرقوا مشاريعهم. شلون؟ يعني انا عندي طموح انه يكون عندي، اول ما فت بعالم الاعمال فات بحجم صغير، فانا عندي طموح كثير كبير. انا ببالي في مخيله، في بالي انه طقم ومكتب وسياره وشوفير وسكرتاريه واقسام طب هذا ببالك امتى؟ هذا ببالك الله اعلم بعد سنه بعد سنتين لتكبر الشركه شوي. دغري بتلاقي اول شغله بجيبوا المكتب وبيزبطوه بيدهنوه بيحطوا نت سرعه 8 وسكرتاريه وتليفونات وبعدين بيجي بدنا نشتغل ما عاد في رسمان. وين راح الرسمان؟ ما في تخطيط من الاساس. بيقول لك شو الديكور بيجيب زباين، لك ما هلا نبلش بالمنتجات ويطلع المنتج ليجي للزبون. صحيح. بده يجي على الديكور على الحل، دغري بيقول لك والله انا بدي اجيب برنامج محاسبه تبع اللي عم تركبوا شركات النفط مثلا. يعني طب يعني هذا بدك تدفع حقه، هذا مشان ضبط العمل. لك على عيني، مو ليصير في عمل اول، ليصير في عمل، ليصير في انتاج. اليوم سيده كانت عم تشتغل بمطبخ من شي سنتين، اجوا لعندي جايبين معدات يعني لسه ما عندها طلبيات لها ولا حيصير عندها طلبيات، يعني شوي تخصصيه كثير. لك لا البركي شي يوم من الايام، لك طولي بالك، يعني انت بلشي بالشيء المطلوب الرائج. يعني انا ايوه مثل ما تفضلتي بدي ابني خطوه خطوه، بس وقف على هالدرجه واتمكن منها بنط على الدرجه الثانيه. اول شغله دغري بدي اجيب السياره، استاجر سياره بمبالغ طائله وبستاجر مكان بقرني فارهه وبقول لك بجيب شغل. طب اول شيء يجيب الشغل، بعدين فاليوم موضوع الاداره والتخطيط هذا موضوع هام جدا جدا جدا، لحتى انا ما اكل المشروع قبل ما يبلش بموضوع رياده الاعمال. تماما استاذه. يعني اليوم اذا بدنا نحكي كيف ممكن الشباب يستفيدوا من الفرص الموجوده بالسوق؟ كثير مهم موضوع الملاحظه. يعني اليوم في فرص كثيره، في اشياء. هلا يمكن نجي نقول كلمة إنه والله في فرص كثيرة، إنه الناس تعترض إنه وين الفرص كثيرة، ما في شغل والعالم مو ملاقي شيء. طيب فجأة منقوم نسمع إنه والله واحد طلع بفكرة كذا، لك إيه والله شلون ما خطرت على، إذا في فرصة. إذا مدام طلع فكرة ونجحت واشتغلت، مثلا مشروع تبع توصيل الطلبات، بتصل حدا بيوصل طلب، آه والله طلع في شغل. تماما. طب ليش ما خطرت ببالك؟ طيب مشروع المطبخ، مشروع حضانة المنزلية. هلا في كثير سيدات عندهم اولاد صغار وهن بيشتغلوا عاملات، يعني فاليوم انا ابني وين بده يحطه؟ يعني بشغلي ما بيقدروا يحطوا لي. فاليوم انا بدل ما اخذه على روضة ما بتقبل، ممكن ما عندنا شيء تخصصي لعمر الست اشهر والعشر اشهر كذا، فاليوم انا بجي ببيتي، انا عندي قدره هيك على استيعاب الاولاد والعنايه فيهم ببيتي، انا بخصص غرفه فيني استقبل. هذا مشروع
اليوم أنا موضوع الملاحظة هو موضوع هام جداً لحتى أنا استكشف الفرص يلي متاحة، وبرد بقول على موضوع أنه أنا ركز على الفرص اللي بداخلي. موضوع إدارة الوقت اليوم كمان إدارة الوقت هام جداً 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 بموضوع ريادة الأعمال. فاليوم إذا أنا بدي استفيد من المشاريع يعني اللي متاحة، أنا بدي أعرف شلون سخر الوقت المضبوط. أحياناً اليوم بجي أنا ببلش بمشروع بتلاقي عمي يجي من 6 الصبح للعشرة بالليل بس ما في إنتاجية. فاليوم إدارة الوقت هو هامة جداً جداً لحتى أنا يكون في إنتاجية لمشروعي، ما يعني يكون عم بهدر وقت بالأخير بعد سنة سنتين لاقي إنه ما في نتيجة، بقول إنه والله فشل المشروع. يعني أهم شيء التخطيط، أهم شيء التخطيط وإدارة الموارد بشكل صحيح والفكرة. تمام. يعني اليوم هيك اطلعنا شوي على ريادة الأعمال مع حضرتك، شكراً. موضوع كبير كثير. صحيح أكيد. يعني بدي بغطى بده وقت كثير، بس احنا معلش يعني بشكركم كثير على هالاضاءه. يعني خلينا بس اذا قدرنا نوصل فكره انه هذا الموضوع بمتناول اليد، ليس صعب، ليس مستحيل، ليس حكر على كون بلشنا خطوه بنكون يعني نحن بالف خير. يعني أكيد بدنا نتشكر حضورك معنا الاستاذ صفوان الحموي، وشكرا كثير لك وعلى المعلومات اللي قدمت لنا اياها.